العمود الفقري بيعتبر من أكتر المناطق اللي بتأثر على جسم الإنسان، يعني لو حصل أي مشكلة بسيطة جدا فيه بتأثر تأثير كبير جدا علينا، ومش بنكون عارفين ولا نتحرك ولا نمارس حياتنا بصورة طبيعية. غير إن مشاكل وأمراض العمود الفقري بقى بيعاني منها فئة كبيرة جدا من الناس، سواء بقى كانوا كبار أو صغيرين. فقرتنا النهاردة مهمة جدا عشان هنتكلم فيها عن مشاكل العمود الفقري وإزاي بيحصل اعوجاج فيه، وهنعرف أسبابه وإزاي نعالج المشاكل الكبيرة دي، وكمان هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي وخشونة الفقرات. هيكون معانا إن شاء الله في الفقرة النهاردة الدكتور هشام سليمان، استشاري جراحة ومناظير العمود الفقري والأعصاب بكلية طب القصر العيني. دكتور هشام منورني واهلا بحضرتك. ميرسي يا فندم. يعني زي ما بنقول كده العمود الفقري هو الحاجه اللي بتوزن الانسان وبتتحكم في حركتنا، واي تاثير فيه او اي خبطه فيه او اي مشكله فيه يعني بتعمل برجله في الجسم كله. النهارده بنتكلم عن مناظير العمود الفقري، يمكن ناس كتير جدا لو قلت لها لازم تعملي عمليه بيبقى كارثه كبيره جدا وخوف شديد قوي، لانه اللي هيقول لك بقى لا قدر الله يحصل شلل، هيحصل اي مشكله في العمليه، لا عمرنا ما هنرجع تاني طبيعيين وهنقدر نتحرك زي البني ادم العادي. فاكيد المناظير بتحل مشاكل كتير جدا على كل المستويات تقريبا، ولكن خلينا نتكلم بالتحديد عن مناظير العمود الفقري. حضرتك احنا كان في التداخلات المحدوده، ده لفظ دلوقتي بقى دارج قوي وسط المرضى، بس هو التداخل المحدود يعني ايه؟ ازاي تعملي عمليه بس من فتحات صغيره. بس الفكره التداخلات محدوده ديت موجوده في تاريخ العمود الفقري من الستينات 1960، ابتدت من بدري جدا. كان بتقوم مثلا زي مثلا بنحط ابره في غضروف، بنحط فيها ماده كيميائيه بتخلي الغضروف ينكمش فحتى تنزل غضروفي، او تعملي شفط او طرد حراري. مشكله كل التداخلات اللي هي المحدوده ديت كانت نسب نجاحها بتعديش في 50%، وبتنفع بس في المشاكل البسيطه اللي احنا كتير قوي كان ممكن العين لو خد علاج دوائي او قعد فتره يتحسن. بنيجي بنصطدم دايما انها بتديلناش نتيجه الجراحه. في نفس الوقت الجراحه على قد ما هي كويسه، بس في مشاكل ليها غير طول فتره النقاهه في حاجات تانية. العضلات اللي بتتفتح ديت ما بتخفش كنسيج عضلات، هي بتخف بحاجه اسمها نسيج ليفي. النسيج الليفي ده فالعضله لما بتقومش بدورها بتلاقي العيان ممكن يكون بيشتكي من الام مزمنه في الظهر بعد العمليه، بالرغم من ان هو اصلا ما عندوش اي مشكله والعمليه تمت بنجاح. تاني حاجه لو العضلات بتضعف حوالين العمود الفقري فكتير قوي بنحتاج نعمل له عمليات تثبيت فقرات، ده برضو بيزود المشكله. غير ان الجراحات ما بتنفعش في العيانين اللي اوزانها كبيره او في العيانين اللي كبار في السن، ما بيستحملوش حاجه زي كده، او العيانين اللي عندهم سكر مش مظبوط. المنظار جه سد الموضوع ده، ان هو عالج مشاكل التداخل محدود، ان هو ما بينفعش كل الحالات، لا المنظار بنقدر بنعمل كل العمليه زي الجراحه بالظبط، بس في نفس الوقت انفتاحات صغيره. هو الجراح بيفتح ليه؟ هو بيفتح عشان يشوف بان ايه. المنظار لا، احنا بندخل كاميرا جوه هي عينين الجراح من قلم رفيع قوي بتنقل الصوره بره، فبالتالي بقينا نعرف نعمل العمليه اللي هي الجراحيه بس من غير لا بنفتح، بندي العين مست الجراحه من غير الفتح. فهو دي فكرته. وعشان كده بيحصل الاول منظار استكشافي تقدروا تعرفوا الاول ايه اللي لا ايه اللي موجود جوه، اللي بيبقى الموضوع في حضرتك فحوصات خلاص. يعني احنا دلوقتي ما بقيناش دلوقتي كلمه ان احنا نخش او نستكشف او كده ما بقتش وارده حاليا. حاليا بقت في فحوصات متقدمه جدا، ان الجراح خلاص هو فاهم هو داخل يعمل ايه، مش يعني هو ليه تارجت محدد، بس الفكره كلها ازاي يقدر يعمل يدي العيان مست العمليه انها تبقى عمليه متكامله مش حل مؤقت بس غير لما بيفتحه. طيب اعوجاج العمود الفقري يمكن بيبقى موجود عند بعض الناس، ازاي بتتم العمليه دي؟ شكله بيبقى صعب والقلق والخوف يبقى اكتر بكتير جدا. حضرتك قلتي شكله بيبقى صعب، يا ريت لو في صوره يعرضوها لنا هتوضح قوي. هو العمود الفقري ده عباره عن الاكس الرئيسي بتاع الجسم، بيبقى متعلق عليه الاكتاف فوق وتحت الوسط. في بعض الحالات اللي بيحصل اعوجاج عمود فقري زي الولد ده، حضرتك لو تلاحظي هو غير فرق حرف السي او الاس او كده، هتلاقي كتف الشمال عنده اعلى من اليمين، هتلاقي عنده بروز في الضلوع من الجنب اليمين، وده اكتر حاجه بتضايق المرضى، اسمها ريب هامب اللي هو يعني البروز. ال 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 البروز اللي موجوده في الظهر في الناحيتين على الجنب اليمين ده القفص الصدري، بس عشان هو لافف ده بسبب الاعوجاج. بسبب الاعوجاج والوسط بتاعه هتلاقي في ناحيه الوسط زايد قوي وفي الناحيه الثانيه نازل عدل، وممكن تلاقي عنده في الحوض ناحيه اعلى من الثانيه. فهو الفكره ان هو اصل عمود فقري مش مجرد بيلف في حرف اس، هو بيلف حوالين نفسه. فلما بيلف حوالين نفسه القفص الصدري ده بيلف،
فبيعمل لي البروز اللي موجود ورا. طب وده يا دكتور يعني ولد زي مثلا ده بيبقى من وهو صغير اتولد كده، ولا ده بيبقى حصل تعرض لحادثه، تعرض لحاجه، حصل له حاجه هي اللي سببت في ده؟ هو حضرتك اسباب العمود الفقري كذا مجموعه. في مجموعه اللي هي 80% من الحالات هي مش معروف سببها، وبنسميها ايديوباثيك اللي هي ملهاش سبب. بتلاقيها بس اكتر في عائلات ممكن يبقى ليها استعداد وراثي، زي بنت تلاقي عند خالتها عند عمتها او هكذا، بتبقى 80% يعني اكتر عامل وراثي، في استعداد وراثي، لكن مفيش جين محدد، مفيش جين محدد لو لقيناه نقول ده. تاني حاجه ان هو بيكون اكتر في البنات، ده بنسبه 80%، ده اللي هو المجموعه الايديوباثيك. في مجموعه تانيه اللي هي كونجنتال اللي هو الفقره نفسها ربنا خالقها مربعه، في بعض الحالات الفقره دي يبقى فيها عيب، تبقى مخلوقه مثلثه او تبقى لحمه في الفقره تحتيها او اللي فوقيها، فخلي العمود الفقري ينمو بشكل معوج. المفروض الفقرات دي منفصله، سلسله منفصله ببعضها، هي عباره عن قطع. النوع الاخير اللي هو بيبقى ناتج عن شلل في الجهاز العصبي او ضمور في العضلات. هو ايه اللي بيوزن العمود الفقري؟ العضلات اللي حواليه. فلو الاعصاب فيها شلل ما بتغذيش العضلات ديت، او لو العضلات فيها ضمور تخلي العمود الفقري ينحرف. هنرجع تاني لاهم مجموعه اللي هي الايديوباثيك. الايديوباثيك ده ممكن يبقى موجود في سن صغير او ممكن يظهر في سن البلوغ. في حالات كتيره جدا بتكون الدوران الاعوجاج العمود الفقري ده موجود عند الطفل، بس هي مش واضحه للاهل. ليه؟ لان فتره بتبان قوي عند البلوغ، يقول لك انا فجاه ببص له كده وببص لها وهي بتغير هدومها، لقيت مش مظبوطه. لا، هو الموضوع موجود من قبل كده، بس هو الفكره بنسميها جروث بيرت عند البلوغ، بيحصل فجاه الطفل بينمو، بيتغير مقاس الاطفال لمقاس الكبار. هو زي ما هو بينمو بسرعه بيحصل الاعوجاج ده فجاه بيزيد قوي، يزيد 20 درجه في سنتين دول او كده، فساعتها بيبان. فهو جزء موجود من السن الصغير ومش ظاهر، وجزء بيظهر في فتره البلوغ. فتره البلوغ. طب لو هو ظاهر في السن الصغير، امتى نقدر نقول احنا هنقدر نتدخل هنا وهنعمل منظار؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي عشان نحدد احنا الحاله دي هيتعمل لها علاج تحفظي، يعني مش هتعمل لها عمليه اصلا ولا هتعمل لها عمليه، للتبسيط على الساده المشاهدين، في جزئيتين. الجزئيه الاولى درجه الاعوجاج. احنا عامه في الدرجات البسيطه اللي هي عامه تحت ال 40 درجه بنميل اكتر ان احنا نعمل علاجات تحفظيه. العلاجات التحفظيه بتبقى زي العلاج الطبيعي، او ان هو بيعمل شويه تمارين، دي حاجه، بس مش الهدف منها ان هي تعدل العمود الفقري، ومش هتعدل، مش هتعدله، هو مجرد بس تعمل بالانس في العضلات عشان الموضوع ده ما يبقاش مؤلم ليه شويه. في نوع تاني ما يبقاش مؤلم، لان هو ممكن لو حصل امبالانس في الوسط بيحصل شويه الام في الوسط تحت. دي حاجه يعني، بس ما بيبقاش الموضوع شكل، مش كمان بيسبب الم. بالظبط يا فندم، دي حاجه. الحاجه الثانيه اهم حاجه في العلاج التحفظي اللي هو الحزام. مشكله الحزام ان هو المفروض مكتوب في كتب ان هو بيتلبس 23 ساعه في ال 24 ساعه، يبقى بتقلع ساعه واحده، هو عامل زي البريسز اللي في السنان، هو بيشد الظهر تمام عشان يظبطه، بيحاول ده بيساعدنا في ان هو يقلل سرعه تطور الاعوجاج، وفي نفس الوقت بيعمل استعدال بسيط في حدود 5 درجات. يعني كل الاهداف من الحاجات ديت انها تحد من التطور، لكن هي لكن يعني نقدر نقول ان احنا بنهيئ الموضوع بعد كده للمنظار، انه لابد منه. بالظبط، بنحاول ان احنا نخلي النسبه ما تزيدش عن 40 درجه تحت سن المراهقه. تمام. لا قصدي سن البلوغ. لو احنا وصلنا لدرجه عاليه قبل سن البلوغ بنضطر نعمل عمليه، بس تبقى عمليه مؤقته اسمها جروينج رود. يعني ايه؟ بنحط شرايح ومسامير بس بطريقه تسمح للطفل بان هو ينمو، كل 6 اشهر بنعمل لها تطويل. عشان تتوائم مع الطول اللي الطفل بيوصله. ما نقدر نعمل العمليه النهائيه قبل سن البلوغ، لان لو عملت العمليه النهائيه قبل سن البلوغ الطفل ده مش هيطول، الفقرات اللي بتتلحم في بعضها هتوقف، فالطفل هيفضل قزم. فانا كل هدفي دايما ان انا في الدرجات العاليه احاول اخر العمليه لغايه لما يبلغ الطفل، ساعتها بقدر اعمل العمليه بمنتهى الامان. العمليه اللي حضرتك بتسالي عليها المفروض ان هي العمليه النهائيه الجراحيه، بتعمل احنا بنفتح الظهر، هو الاعوجاج عندي طول الظهر كله، فالمفروض ان انا بفتح الظهر بالطول، بتبقى فاتحه في حدود 40 او 50 سنتي، بركب فيها المسامير والعمدان عشان نعمل استعداد للعمود الفقري. الحمد لله دلوقتي نقدر نقول ان احنا من مراكز قليله على مستوى العالم حتى الان اللي بقينا بنعمل، الحمد لله وصلنا التقنيه ان احنا نعرف نقدر نعمل عمليه الاستعدال ديت بالمنظار والتدخلات المحدوده. لسه كنت هقول لحضرتك يمكن المراكز المتخصصه في الجزئيه دي مش موجوده كتيره ومش متاحه. بالظبط يا فندم، لان هو الموضوع ده
بيحتاج ابحاث كتيره وبيحتاج تمرين كتير قوي عشان نوصل. هو ابتدى يبتدي وابتدى نتكلم عليه في مؤتمرات كتير، بس هو لسه ما انتشرش الانتشار المطلوب. الفكره كلها ان احنا بنوفر على العيان المضاعفات بتاعه العمليه وطول فتره النقاهه، ان احنا بنعمل له عمليه من جروح صغيره قوي. احنا معانا صور لبنات قبل العمليه وبعد العمليه، لو عرضوها لنا هتبين ازاي الشكل ممكن يختلف تماما برغم ان العمليه معموله من فتحات صغيره جدا. حضرتك هنا الصوره اللي على الشمال بتهيألي واضح قوي، دي بنت حجم التشوه اللي موجود في الجسم عامل ازاي، وهنا البروز في الضلوع على الجنب اليمين واضح قوي، وسطها هنا مش واضح قوي بس هو على الجنب اليمين المفروض ان هو زايد شويه الانحناء اللي هو الحز اللي في الوسط، على الناحيه الشمال نازل ستريت. البنت اللي على اليمين هتلاقي الكتاف خلاص اتوزنت، هي البنت طبعا عشان دي بيفور دي افتر. الضلوع البروز اللي كان على الجنب اليمين اختفى تماما، والوسط بقى نازل بشكل انسيابي قوي. في صوره برضو لحد تاني هي نفس الكلام، ساتر يا رب. على الشمال ده قبل، على اليمين ده بعد. احنا عاملين دايره صغيره حوالين فتحه في البنت اللي على اليمين، دي فتحات المسمار. بحضرتك لو تلاحظي هي فتحات صغيره جدا، احنا موضحين واحده منهم بدل ما بقينا نحتاج ان احنا نفتح الظهر بالكامل من فوق لتحت. العمليه اللي بتتم جوه هي زي الجراحه، ما فيش اي فرق، بنركب لها الشرايح والمسامير وكل حاجه، وبعديها بنبتدي فتره نقاهه. ما نقدرش نقول للعيان الفتره هتكون بالظبط باليوم، بس عامه هنقدر نقول ان المنظار، العمليه بالمنظار بتختصر يعني الثلاث ارباع من فتره النقاهه. يعني الطفل مثلا لو كان هينزل الشارع بعد شهر، لا هو بعد عمليه المنظار بينزل بعد اسبوع. الطفل لو ويقدر يمارس حياته بشكل عادي ويتحرك بشكل عادي، بنختصر الوقت كله للربع. كل فترات النقاهه والوصول للرياضه و و و كله بينزل الى الربع في عمليه المنظار، لان طبعا حجم الجراحه على المريض بتبقى اقل بكتير قوي. طيب خلينا بقى نتكلم برضو دكتور عن الانزلاق الغضروفي، يعني دور المناظير في ايه؟ حضرتك الانزلاق الغضروفي العنقي بيختلف عن الانزلاق الغضروفي القطني. لو هنمسكهم نمسك مثلا انزلاق غضروفي العنقي، المريض ده الغضروف هو بيبقى مكانه وسط الفقرات، في بعض الحالات هو بيخرج من مكانه، ده اسمه انزلاق خرج من مكانه. زي بالظبط انبوبه معجون اسنان لو دوست عليها بيطلع منها حته معجون، هي دي فكره انزلاق غضروف. فهو لو بيخرج من مكانه بيدوس على الاعصاب. اول مرحله في انزلاق الغضروف العنقي العيان بيكون بيشتكي من الام في الرقبه، بيكون بيشتكي في صداع خلفي في الراس، ممكن يكون بيشتكي من دوخه. الالام دي بعد شويه لما بتضغط على الاعصاب بتنزل على الكتف، على الدراع، على الساعد، ممكن يبقى فيه تمييل في الصوابع. ده بقى المراحل اللي انا بهمل فيها اساسا فكره الالم من البدايه خالص. بالظبط كده. فدي كلها اعراض الانزلاق الغضروفي بالالام بتوصل لغايه هنا. كل ده لسه احنا في الدرجه الاولى من الانزلاق الغضروفي، لسه ما وصلناش قوي لمراحل الخطر، لسه هنشرحها كمان شويه. الفكره احنا بالفحص المريض ممكن نقدر نعرف ده انهي غضروف، يعني لان في خريطه عصبيه جسمنا احنا عارفين الحته دي بتتغذى من ايه، دي بتتغذى من انهي عصب وهكذا، فبنقدر نعرف. طيب دي مرحله. بعد كده لو الموضوع تطور دخل مرحله الخطوره بتبقى كالاتي، احنا بنبتدي نلاقي ضمور في العضلات، يعني هتلاقي مثلا الحته دي خاسه من ايدي بالنسبه لديت، يحصل بعض ضمور. لا العوجاج ده بيبقى في الروماتويد حضرتك، لكن هنا بيحصل ضمور ضعف في الحركه نفسها، تلاقي فرق مثلا بين دراعه اليمين والشمال اللي هو بيشتكي منه. تاني حاجه بتلاقيه قدرة التحكم في الدقيقة بتاعت الإيد بتروح، احنا غير القوة احنا عندنا التحكم الدقيق في الإيد، ربنا خلق لنا ديت إنها ليها وظائف كتير. تمسكي قلم، تعدي فلوس، تزرري قميص، كل الحاجات دي بتروح، اللي هي الحركة الدقيقة بتاعت الإيد، دي كده دخلنا في مرحلة الخطورة مع الضمور. غير كده انزلاق غضروفي العنقي هو غير الظهر. الرقبة ممكن تأثر على الدراعات وعلى الرجلين. الظهر بيأثر بس على الرجلين. الرقبه لما بتاثر على الرجلين بتبقى المريض بيبقى ليه ماشيه كاركترستيك مميزه، يعني ان هو اما بيزحف على الارض او بيخبط في الارض ستامبنج، كانه بيجر نفسه بالظبط، بيجر رجله، بيجر يا اما بيطبع ستامبنج، بيدب برجله في الارض، لان هو ما بيكونش عنده توازن. المريض ده الرقبه لما بتضغط على الحبل الشوكي بتاثر على توازن المريض، تلاقي مشيته مش طبيعيه. فدي كلها مراحل خطوره. وليه بنقول خطوره؟ لان الاعصاب ما بتسامحش، اللي بيروح فيها ما بيرجعش. صحيح. فاحنا لازم نلحق قبل لما الموضوع يتطور قوي. والامها بتبقى حاجه لا تطاق. بالظبط. يعني اذا كنا يعني في بعض الناس زي حالاتي كده تستحمل، ده اتشرع عليك، تستحمل الالم شويه بشويه من الخوف لفكره ان انا اروح، طب هو انا يا ترى عندي ايه؟ طب انا هدخل في ايه؟ فالموضوع يبقى بيزيد اكتر من الاول، فندخل في المراحل اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. بالزبط. اللي بيبقى فيها خطوره شديده. فكرة التدخل في حالات زي دي
اكيد بيفرق درجات، لو احنا بنقول انه الالم درجات والدرجات فيها تطور اكيد بيفرق من درجه لدرجه. بالظبط يا فندم، احنا مش اي عيان هنشوفه هنعمل له عمليه. الموضوع بينقسم الى حاجه اسمها علاج تحفظي وعلاج عمليات. بالنسبه للعلاج التحفظي احنا بتفرق برضو معايا المريض ده بقاله قد ايه بيتعالج، يعني لما المريض يخش لي بقاله مثلا 6 اشهر لسنه عنده الام بياخد او علاجات ما تعالجش خالص من اساسه او مريض لسه ما تعالجش، فبتفرق معايا في ان انا اقرر اللي عندي هعمل له ايه من التاني. بالنسبه للعلاجات التحفظيه بتنقسم الى مجموعه من الادويه، في مسكنات، ادويه مضاده التهابات، في ادويه باسطه العضلات، في ادويه مخصوصه لالام الاعصاب بتقللها. ممكن ننصح المريض ان هو يلبس رقبه لفتره قصيره، بعد كده ممكن نعمل علاج طبيعي، كل ده بمراحل من العلاج التحفظي. طيب لو العين امتى بقول له اعمل عمليه؟ في حالتين، لو هو ما استجابش للعلاج التحفظي دي حاجه، لان انا ما ينفعش امشي طول عمري على المسكنات لان ده هيأذي لي الكلى والمعده، ما ينفعش. فانا المفروض العلاجات التحفظيه تبقى لفتره، بعديها لو اتحسنت خلاص، لكن لو ما اتحسنتش كده انا اسمي ما استجبتش. فدي اول حاجه تخلينا نعمل عمليه، او لو انا عندي ضعف. لو في ضعف ده خط احمر ولازم العمليه تتعمل عشان ما يتطورش، لان احنا قلنا اللي بيروح ممكن ما بيرجعش تاني. طبعا طبعا. العمليه كانت بتقوم في الرقبه من طريقتين، في اما من امام او من الخلف. دي ليها انديكيشن يعني حاجات تخلي الجراح يقول من قدام او من ورا. زي ايه يا دكتور؟ الابسط ان لو قلنا لو انزلاق غضروفي فقط اكتر حاجه بنعمله من قدام. لو فقرات قليله بنعملها من قدام بس، لكن لو اكتر من فقرات كتيره او ضيق في القناه العصبيه نفسه بيبقى احسن لو يتعمل العنق العمليه من الخلف. في الجراحه المفروض ان احنا بنفتح فتحه عرضيه هنا في حدود 7 سم وبنوصل لجوه، بنشيل غضروف وبركب دعامه. وفي الخلف لو عمليه بتعمل من الخلف بتعمل جرح طولي من تحت الراس لغايه اول السن. ده لو جراحه. من ورا وبنعمل مشكله. البديل ليه بالمنظار، يورونا الصور هتوضح الجروح ازاي كشت او قلت قوي. ورونا الصور يعني. سواء صوره اماميه من الامام او من الخلف. هنا الصوره اللي على الشمال دي رقبه مريض والصباع ده بيشاور على حجم الجرح، هو بالظبط 1.5 سم. الفكره ان هو نقدر نقول حجمه كبير شويه بالنسبه لجرح المناظير لانها بركب منه دعامه، بركب منه قطعه جوه الجسم. الصوره اللي على اليمين دي عباره عن رقبه من الخلف، احنا عملنا فيها توسيع لقناه عصبيه وما ما بنركبش دعامات من الخلف، عشان كده الجروح يا دوبك خرام صغير قوي. فدي الطريقه اللي بيتم بيها عمليات الرقبه، عمليات الرقبه. امتى يبقى في حد لا ده صعب ان احنا نتدخل بالمنظار؟ هل عشان خاطر بعض الامراض اللي ممكن تكون موجوده، عشان خاطر الوزن، عشان خاطر السن؟ هو الكلام ده كان بيتسال في الاول، بس هو دلوقتي احنا بقينا نقول امتى عيان ما ينفعلوش عملية بس المنظار بتعمله. يعني ايه؟ احنا دلوقتي المناظير بتعمل كل العمليات الجراحية، الفكرة ان الجراح يكون بس متدرب عليها. لكن هو في حالات ما ينفعلاش الجراحة المنظار ينفعها؟ لو عيان وزنه فوق ال 120-130 كيلو او اكتر بيتقال له انت ما ينفعلكش جراحة. ينفع يعمل بالمنظار. لو عيان كبير قوي في السن ما ينفعش يعمل بجراحة، لا هو ينفع يعمل بالمنظار. فبالعكس ده هي الآية اتعكست دلوقتي. زمان كنا نقول عندي ما ينفعلكش منظار، لا دلوقتي بقينا نقول له هو ينفع لك حتى في الحالات اللي ما ينفعلهاش جراحة. طيب الخشونة بقى يا دكتور، دور المناظير برضو فيها ايه؟ هو الخشونة على قد ما هي أبسط مرض في العمود الفقري، بس على قد ما هي أصعب مرض كان بيتعالج. حضرتك هتقولي ليه؟ أصعب مرض؟ أصعب مرض كنا بنعرف نعالجه. ليه؟ الخشونه هي مرض مزمن بيقعد معانا مع الوقت. بيزيد. هو عباره عن ايه؟ بين كل فقره والتانيه في ماده جيلاتينيه اللي هي الغضروف. الغضروف ده مع السن بيجف بينشف. فلما بينشف بيخلي الفقره تحك في الفقره اللي بعديها. الموضوع ده مش بيبقى في فقره واحده، بياخد فقرات كتيره. مشكله الخشونه انها بتعمل لنا الام سواء في الرقبه تقضي بس او في الظهر تحت، تلاقي العين يقول لك ما بقدرش اقعد فترات طويله، ما بقدرش اقف فترات طويله، لكن ما عندوش الام اعصاب، هي مجرد الالام في الظهر بس. كان حلولها ايه زمان؟ العلاج التحفظي سواء الادويه او مسكنات او حزام او علاج طبيعي، اذا ما نفعش ما بنقدرش نقول للعين اعمل ايه، لان الحل الوحيد كان عمليه تثبيت فقرات. العمليه دي كانت احنا ما بنملش نعملها في مرضى الخشونه لان النتائج بتاعتها ما بتبقاش جميله او مش مبهره او العام ما بيحسش قوي بالتحسن الكبير، فكنا بنقف قصاده عاجزين مش عارفين نعمل ايه، يعني العلاج التحفظي مش نافع والعمليه ما تنفعوش. في نوع جديد من تردد حراري ظهر اخر سنتين حاليا، النوع ده خلانا نتخطى القصه دي. حضرتك كتير قوي مرضى يسمعوا كلمه تردد حراري فهيقول لي التردد الحراري ده احنا عارفينه، هقول له لا، في صورتين يا ريت يورينا صوره احمد نشوف الفيديو الموجود معانا.
التردد الحراري العادي ده انا مش بتكلم عليه، بتكلم على التردد الحراري باستخدام ده العادي، ده اللي احنا كلنا عارفينه، وده انا مش هو يعني نقطه الحوار دلوقتي. في فيديو بقى يعرضه لنا تاني هنا، وتلاحظي الابره هي راكبه ما بتتحركش. ايوه. في نوع تاني بقى ان هم اكتشفوا مركز الالم اللي هو موجود في الفقره، اللي هو بيحس بالام الظهر اللي هي الشبكه الصفراء ديت. القسطره دي بتخش بتلف جوه الفقره، بنسميها القسطره الذكيه لان هي بتلف جوه. بعد كده بندخل منها السلك الحراري بيقدر يوصل لمركز الاعصاب، وبعد كده بنعمل تسخين وكي الاعصاب. هنا دي الشبكه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، القسطره وصلت لها وعملنا التسخين فالاعصاب ماتت. الاعصاب دي هي مجرد الاعصاب الحسيه اللي بتحسي لي بالام الظهر. بنطمن المرضى دي مش الاعصاب اللي هي بتحرك الرجل ولا بتحس بالرجل. فبالتالي العيان ده بيبقى عايش بخشونه الفقرات بس مش هيحس بيها. فالاجراء ده اجراء بسيط جدا، بيتم تحت بنج موضعي، بيتم العيان بيخرج في نفس اليوم بعد 3 4 ساعات ومش كده انتهت. حضرتك هتساليه هو ناجح في كل الحالات؟ لا، نسب نجاحه في حدود 80 او 85%. مش في كل، مش كل الحالات، مفيش حاجه 100%. بس هو حل مشكله كبيره جدا، 80% من المرضى قدر يريحه. دكتور هشام نورتني وبشكر حضرتك جدا، واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر جدا يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. لو عشتوا كان لي عمر الساعه 3. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.